بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة قبل ما طبعا أنتقل لأخبارنا ومحتوى حلقتنا، بحب طبعا أنا الفقيد مدير النشاط الرياضي السابق الكابتن سمير عبد ربه اللي وفيته المنية أمس الحقيقة، وتم تشييع جثمان الفقيد النهاردة بعد صلاة الظهر من التجمع الخامس. الكابتن سمير عبد ربه من أحد القامات الكبيرة في الرياضة، تولى طبعا منصب مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي سنوات طويلة، وأيضا في نادي سموحة ونادي الجزيرة، وآخرهم كان مركز شباب الجزيرة. الحقيقة كابتن سمير عبد ربه كل من تعامل له شاهد له بالأخلاق وشاهد له بالمهنية والحرفية، وتولى عديد من المناصب أيضا خارج مصر في دولة الإمارات. هذا الرجل الحقيقة أحزننا كتير هذا الخبر، ويعني يبدو أن سنة 2020 مصرة أيضا أنها تاخد كثير من الأحبة وكثير من عظماء يعني زي ما بيقولوا الرياضة. كابتن سمير عبد ربه كل اللي اتعامل معاه الحقيقة النهاردة كان حزين على رحيل هذا الرجل، ويمكن عزائنا الوحيد أنه إن شاء الله بهذه الأخلاق وبهذه الصفات اللي اتسم بها إن شاء الله أكيد هو بإذن الرحمن في مكان أفضل كثير، لأنه الحقيقة رجل فضله على الكثير والكثير الحقيقة. وكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي وقطاعات النادي نعت الكابتن طبعا سمير عبد ربه خالص يعني طبعا الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد، ونتمنى لأسرته الصبر والسلوان. هنروح لحلقتنا. حلقتنا عبارة عن نصين زي ما عودناكم. النص الأول بيكون مجموعة من الأخبار، أخبار حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى تهم جمهور النادي وتهم جمهور الرياضة بصفة عامة. النص الثاني بيبقى معانا أبطال بطلاتنا النهاردة أو أبطالنا النهاردة، أبطال أفريقيا للناشئات لكرة السلة اللي فازوا ببطولة أفريقيا السنة اللي فاتت. الغريب إن الفريق ده قبل بداية البطولة محدش توقع تماما إن الفريق ده يفوز بالبطولة، مش عشان هم وحشين ولكن عشان قوة المنافسين سواء السنغال أو مالي، دائما أبدا بيتبادل البطولة بينهما، دائما دي تاخد البطولة سنة دي تاخد البطولة سنة. ليه؟ مش عشان بناتنا بيبقوا وحشين ولكن عشان الطفرة الجسمانية والبدنية اللي بيتمتع بيها لاعبات مالي والسنغال. في مفاجأة مدوية، تأهلوا لكأس عالم، وبعد كده مش بس ما اكتفوش بالتأهل لكأس عالم ولكن فازوا أيضا ببطولة أفريقيا. يمكن الناشئين كان متوقع لهم هم اللي يفوزوا ببطولة أفريقيا، والحقيقة برضو الناشئين صادفهم حظ سيء جدا لأن هم ما خسروش غير مباراة واحدة اللي هي قبل النهائي، يعني تاتو رابع كسبوها، المجموعة بالكامل كسبوها، صادفهم حظ سيء. ولكن الناشئات كانت مفاجأة. هيكون معانا طبعا المساعد المدرب الكابتن أحمد الجزار، وبالمناسبة الكابتن أحمد الجزار هو أحد أبناء النادي الأهلي، ويكون معانا التوأم هالة علي وهاجر علي، وهيكون معانا لعيبة الفريق آية الفقي، ثلاث لاعبات من المنتخب من النادي الأهلي، يعني حوالي 25% من قوام المنتخب من النادي الأهلي كان لازم يكونوا معانا، لأن الحقيقة وعايزين نحتفل أيضا بيهم كمان، لأن الحقيقة حققوا يعني معجزة من المعجزات الحقيقة الكبيرة أنه قدروا يفوزوا بهذا المكسب. وخليني برضو أشيد بحاجة، يعني كابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هي طبعا يعني المسؤولة عن ملف الناشئات والسيدات وهذا الملف الكبير، الحقيقة بذلت مجهود كبير، شايفين الحمد لله طفرة، نتمنى لهم التمثيل الجيد مش المشرف، التمثيل الجيد في كأس العالم، وده هيجي بالشغل الكبير. انتظروا النص الثاني هيكون معانا يعني مفاجآت لهذا الفريق، وهنعرف كواليس الفريق ده بالظبط. هنروح لأخبارنا، وزي ما تعودنا دائما أبدا بتبقى كرة اليد في المقدمة. هنتكلم عن فريق كرة اليد عندنا في النادي الأهلي. يمكن كأس مصر، قرعة كأس مصر أقيمت منذ يومين، وعلى فكرة كأس مصر هيتلعب بعد كأس العالم، بس القرعة اللي اتعملت من يومين. هنبتدي في بدور ال 32 مع الحوار، النادي الأهلي قرعته في بدايته أول دور 32 مع الحوار. وزي ما بنفكركم كأس العالم هيتلعب من فترة من 13 ل 31 يناير، الكأس هيتلعب بعد هذا التاريخ، والفريق بيواصل استعداده في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ولكن بدون الدوليين اللي داخلين في معسكر مستمر مع المنتخب حتى كاس العالم. وطبعا كابتن طارق محروس المدير الفني عنده مشكله انه طبعا في مجموعه مع المنتخب ومجموعه بيتمرن معاه، مش بس كابتن طارق، وكل الفرق اللي انضم منها لاعبين في المنتخب عندهم نفس المشكله، ولكن كابتن طارق محروس بيشتغل على ده عشان لما يرجع له لعيبه منتخب مصر يكون ما فيش فرق سرعات زي ما بيقولوا بين اللاعبين. طيب هنروح لفريق كرة اليد سيدات، كسبوا ثلاث ماتشات الأسبوع اللي فات، ابتدوا طبعا بالجياد يوم الجمعة، سموحة السبت، والجزيرة كان يوم الاثنين اللي فات. أنا عايز أقول لحضراتكم إن الفريق ماشي بقوة يعني ما شاء الله، يعني الله أكبر عليهم. فازوا على أصحاب الجياد 43-19، فازوا على سموحة 36-27، وخليني أقول لكم إن الماتشين دول كانوا ورا بعض،
جمعه وسبت، فكان ده اختبار كويس لاعداد الفريق بدنيا او تحملهم لاكثر من مباراه ورا بعض. وكمان كابتن يحيى يوسف قال انه بيستعد بشكل كبير جدا بعد مباراه الجزيره، بيستعد لملقاقات نادي الشمس يوم السبت اللي جاي. طب نادي الشمس الموقف ايه؟ احنا متصدرين الدوري من اول مباراه واحنا الحمد لله ماشيين بنتصدر في الجوله الاولى والجوله الثانيه، ماشيين تمام بنكسب ما عندناش اي مشكله. مباراه الشمس اللي جايه ان شاء الله تخلينا نتصدر الدوري بالمرتاح، ويكون بشكل كبير جدا حسمنا بطوله الدوري العام اللي احنا ختام الدور الاول، انا اسف، هيكون بشكل كبير، هيكون ختام الدور الاول، هيخلينا نتصدر بشكل كبير الدوري، وهيدينا ادفانتج عالي جدا او ميزه كبيره ان احنا في الدور الثاني هنكون رايحين باذن الله. لان انا اللي فاكره ان الشمس فاز على الزمالك، فاز على الشمس، فطبعا احنا فوزنا على نادي الشمس هيخلينا يعني ننفرد بالمقدمه مع الدور الثاني، هيكون ان شاء الله رجعنا لمركزنا المفضل اللي هو المركز الاول. وكابتن يحيى يوسف قال طبعا ان مباراه الشمس مهمة جدا، وقال ان الفريق دوافعه كبيرة جدا لتحقيق الفوز في بطولة الدوري، وقال ان الفترة الجاية محتاجة تركيز كبير من الجميع خصوصا في مباراة الشمس زي ما قلنا لحضراتكم، المقرر اقامتها يوم السبت القادم ان شاء الله. هنروح للحدث الاكبر وهو كرة السلة. كرة السلة بيستعد بقوة طبعا لدور الثمانية في الدوري المرتبط ضد الزمالك، هيبقى المباراة بكرة، ده كابتن اشرف توفيق المدير الفني. المباراة او دوري المرتبط اول مباراة بكرة هتبقى المرتبط والفريق الكبير. المرتبط هيلعب الساعة 6 في صالة هيئة قناة السويس، وأيضا الفريق الكبير هيلعب الساعة 8 في صالة هيئة قناة السويس. 8:30 يعني 6 و8:30 أو 6:30 و8:30، فرقت نص ساعة يعني. أنتوا عارفين طبعا بيسيبوا ساعتين ما بين المباريتين، وطبعا المباريتين اتنقلوا سواء مباراة الذهاب أو الإياب اتنقلوا في هيئة قناة السويس. المباراتين الأولى ما بين اللي هم الأهلي والزمالك اللي هو المرتبط والكبير هتبقى يوم الخميس، المباراة الثانية هتبقى يوم السبت راحة يوم واحد. وطبعا مجموع الأربع مباريات ده اللي بيفوز بمجموع الأربع مباريات بيقدر يتأهل الدور اللي بعد كده بكل بساطة. طيب والفرقة كمان سافرت إسماعيلية امبارح الحقيقة، وعملت معسكر مغلق استعدادا لبكرة. طبعا لازم يبقى اللعيبة مقربين من بعض، عندنا القوة الضربة كلها جاهزة، عندنا مودي الجرحي جاهز، عندنا الجمال أبو الناصر سيف سمير الجندي عمر طارق، كل الفرقة مش عايز أنسى حد، كل الفرقة جاهزة والقوة الضربة الحمد لله ما عندناش إصابات. ويمكن إيهاب أمين صرح للموقع الرسمي بالنادي الأهلي، قال طبعا إن الروح اللي بتجمع الفريق اللاعبين وجهاز فني وإنهم مصممين على تحقيق الفوز في الديربي. أنتوا عارفين النادي الزمالك الحقيقة تم تغيير الجهاز الفني، كان الجهاز الفني السابق كان بقيادة الكابتن طارق سليم، وتم تغييره وأتى مدرب أسباني، مدير فني أسباني مع قدوم أيضا محترف جديد للفريق، ففي تغيير جهاز فني. برضه نادي الزمالك يعني قعد فترة ما يتمرنش، كان في مشاكل وبعد كده رجعوا تاني يتمرنوا. فالحقيقة المباراة هتبقى ديربي، مش هتبقى مباراة سهلة، تقام بكرة بإذن الله في الإسماعيلية على صالة هيئة قناة السويس. كل التوفيق طبعا لفريق كرة السلة رجال. هنروح طبعا للسيدات، كرة السلة سيدات، كسبنا الجزيرة زي ما اللي بيحصل في الرجال بيحصل في السيدات. احنا في دور الثمانية بنقابل الجزيرة، فوزنا كبار وصغيرين، فوزنا كبار بنتيجة 87-63، وصغيرين ايضا فوزنا بنتيجه 47-32. يبقى كده فوزنا بنتيجه المباراتين، ومباراتين اتلعبوا يوم الاثنين اللي فات في صاله الامير صاله الشهداء في النادي الاهلي. المباراه القادمه ان شاء الله هتبقى يوم السبت اذا ربنا كرمنا وقدرنا طبعا نفوز، بتهيألي يعني بالشكل ده لو قدرنا نفوز في مباراه المرتبط بنسبه كبيره هيكون ان شاء الله مباراه الكبار او السيدات هيبقى تحصيل حاصل والنادي الاهلي يقدر يتأهل. بفكركم ان الفريق ده فاز ببطوله القاهره ضد نادي الجزيره، وكنا نقلنا المباراه يعني على قناه النادي الاهلي. والحقيقه يعني برضو النادي الاهلي هيقابل الجزيره في كاس مصر، يعني يمكن فريق الجزيره واقع في طريقنا في كل القرعات، ولكن الفريق الحمد لله ماشي بشكل كويس، في اصابات زي ما قلت لكم، ولكن كابتن علي هاشم المدير الفني بيستعوض الاصابات دي، عندنا سكواد كويس، عندنا مجموعه من اللاعبات جيدات، وكمان ايضا الفرقه او فريق الناشئات الثلاث لاعبات اللي انضموا للفريق الاول عقب عودتهم من منتخب الكبير طبعا ادوا دعم كبير للفريق الاول. طيب انا اسف، الماتش العوده هتعمل يوم الخميس ان شاء الله. طيب هنروح للكره الطائره، الكره الطائره زي ما قلت لحضراتكم لما اتاجلت الانتخابات بسبب الاجراءات الاحترازيه اللي اقامت بها الدوله واجلت كل الجامعات العموميه 6 شهور. الحقيقه طبعا معالي رئيس الوزراء النهارده اكد على ذلك فورا، كابتن سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته استدعى الفرق وعمل القرعه، النادي الاهلي هيقص شريط البدايه بتاعته او رحله الحفاظ على اللقب ضد مصر البترول ان شاء الله، والمباراه هتتلعب باذن الله يوم 18 او يوم الخميس القادم في 18 ديسمبر، دي اول مباراه فريق الطايره هيلعب طبعا. نسيت اقول لكم كمان انه المجموعه اللي وقع فيها نادي الاهلي هي
بتروجيت، هوليوود وشرقية دخان، مصر بترول القناة. أول مباراة لينا مصر بترول 18 ديسمبر هكون على صالة النادي الأهلي بالجزيرة. طيب وتاني مباراة هتبقى أمام بتروجيت، أقوى فريق في المجموعة معانا بتروجيت. بتروجيت الحقيقة عامل شغل كويس، جايب لعيبة، بس ماتشنا مع بتروجيت هيبقى في المركز الأولمبي في المعادي. وزي ما قلنا لحضراتكم هيبقى الماتش أول ماتش يوم 18، الماتش التاني بتاع بتروجيت يوم 21 ديسمبر. زي ما أنتم شايفين الدنيا مضغوطة لأنه عارف الموضوع جه إزاي. طب إحنا خلاص الموضوع اتأجل، مفيش انتخابات، طب يلا بسرعة نلعب الدوري. فطبعا تم ضغط المباريات. الجولة الثالثة الأهلي هيلاعب القناة يوم 25 ديسمبر، هولوليدو يوم 28 ديسمبر في الجولتين الرابعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل. خامس مباريات الأهلي هيكون أمام الشرقية الدخان، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 1 يناير على صالة الشرقية للدخان. طبعا زي ما أنتم شايفين إنه الكرة الطائرة كان عندهم مشكلة، كابتن محمد مصلحي حصل ملل في الفريق. خليني أقول لكم بس اللي تم بالظبط، لأنه الفرقة بتتمرن مفيش ماتشات، راح اسكندرية عمل ماتشين ورجع لعب ماتشات هنا، ولكن الماتشات الودية عمرها أبدا ما بتكون بنفس قدر وقوة الماتشات الرسمية. فطبعا الماتشات دي كافية جدا، وزي ما أنتم عارفين إنه المنافس التقليدي لينا في الكرة الطائرة هو النادي الزمالك. وخليني أقول لكم كمان إنه السنة اللي فاتت إحنا حصلنا على كل البطولات اللي دخلنا فيها، سواء دوري سواء كاس، ونقلنا لحضراتكم مباراة طلائع الجيش اللي كانت على شاشة قناة النادي الأهلي، وقدرنا بشكل كبير إن إحنا ناخد كل البطولات. فالطائرة بإذن الله ماشيين يعني بخطة كويسة عشان يقدروا يحافظوا على نتائجهم بإذن الله الفترة القادمة. طيب هنروح لخبر للتنس الأرضي. ميار الشريف نجمة مصر ونجمة النادي الأهلي، كان في لغط كبير، هتلعب للأهلي؟ لا مش هتلعب للأهلي، لا مضت ما مضتش. طبعا الكلام ده كله احنا كنا مأكدين ان ميار في النادي الأهلي، ولكن الكلام ده اتأكد لما ميار رجعت من السفر بأخر بطولة شاركت فيها ولعبت مع النادي الأهلي بطولة الدوري، وقدرت تفوز على لاعبة نادي الصيد طارق أمين بنتيجة 2-0 بنتيجة 2-0 في المجموعات، في الأشواط 6-0 6-0. كده الباب اتقفل، الناس قاعدة تقول لك أصل ماير مش هتلعب مع النادي الأهلي، لا ماير مش هتلعب. الموضوع اتقفل خلاص، ماير لعبت مباراتين، مباراة مع النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي يفوز على الصيد، كان النادي الأهلي كله بقى نتيجة 9-0. وكانت ماير وصلت القاهرة من يومين استعدادا لمشاركتها طبعا في بطولة الدوري العام. هنروح للسكواش. زي ما قلت لحضراتكم عندنا مصطفى عسل المصنف رقم 14 ولاعب النادي الأهلي بيشارك في بطولة بلاك بول. قرعته قعته في دور ال 16 مع المصنف الرابع الاسترالي بول كول. عايز اقول لكم ان بول كول لعب قصاد مصطفى عسل في بطوله الاهرام الدوليه من شهر في دور الدور الثمانيه، وقدر يطلعه بنتيجه 3-2. مصطفى عسل ايضا فاز امبارح على بول كول بنتيجه 3-2 نفس النتيجه برضو، وقدر يتاهل للدور الدور الثمانيه، يعني هو قبله بدري شويه. انا بتهيألي كده مصطفى عمل عقده لبول كول خلاص، يعني بتهيألي كده بعد بعد ماتشين كسبهم. وخلي بالكم بول كول ده المصنف الرابع ومصطفى عسل المصنف ال 14، ففي عقده وبقى في حاجز نفس الحقيقه لمصطفى مع هذا اللاعب. خلوني اقول لكم مفاجاه ثانيه ان مصطفى عسل كسب من ساعه دور الاربعه ضد الكولومبي ميجير رودريجوز بنتيجه 3-0. ده يدل على ايه؟ يدل على المباراه دور ال 16 اللي كانت مع بول كول كانت اقوى من دور الثمانيه. مصطفى عسل حجز مقعد في دور قبل النهائي. وعايز اقول لكم كمان ان المباراه دي هتدي لمصطفى عسل نقط كتير هيقدر بيها يتقدم من الترتيب ل 14. انا تصوري ان مصطفى عسل بعد البطوله دي هيخش من التوب 8 على مستوى العالم. مصطفى عسل ما كملش 21 سنه ما شاء الله، واهلاوي بشكل كبير جدا جدا، وكنا قلنا لكم في بدايه الموسم ركزوا مع مصطفى عسل، هتلاقوا اللعيب ده ما شاء الله ماشي كويس جدا، وكان ضيفنا هو ووالده، وشفنا ازاي بدأ اللعبة وشفنا ازاي قدر يطور من مستواه. كل التوفيق لمصطفى عسل، واكيد هنجيب لكم اخباره ايضا في قبل النهائي وهنقول لكم هيلاعب مين ان شاء الله. هنروح لتنس الطاولة. ناشئات وناشئين تحت 15 سنة فازوا ببطولة الجمهورية. طبعا ده كان انجاز كبير. نمثل فريق الناشئين مؤمن صلاح وياسين ياسر وحسين وائل. الناشئات هنا جودة طبعا بطلة العالم في السن ده، وجنة وجيه ومريم حسين، ويقود جهاز التنس الطاولة بنادي الأهلي الكابتن أشرف فتح اللي كان ضيفنا في حلقة من الحلقات، وفتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات، ومحمد إسماعيل مدرب فريق الناشئين، وخالد جمال مدربا مساعدا، وهشام إسماعيل مدرب فريق الناشئات. حقيقة التنس الأرضي بيعمل طفرة كبيرة جدا في الناشئات، لأن هم دول أو الناشئين لأن هم دول مستقبل النادي الأهلي. طيب هنروح على المستوى الكبير. دينا مشرف لاعبة النادي الأهلي والمحترفة في نادي لانجشتاد الألماني، وأول مصرية وأفريقية تحترف وعربية تحترف في الدوري الألماني، بتقود فرقتها للتصدر الدوري الألماني برصيد 7 نقاط من مباريتين فقط من بدء المنافسات. دي صور طبعا دينا مشرف
ابنة الكابتن العظيم علاء مشرف، ونجحت دينا بمشاركة فريقها في التغلب على فريق شوبهونزن الألماني بنتيجة 6-2، يعني نتيجة كبيرة جدا، وفازت أيضا على بنجن الألماني ب6-2، وعندها ماتش مهم جدا جاي من السبت القادم مع يوبليجن الألماني. عايز أقول لكم أن دينا مشرف ماشية كويس جدا، وتابعنا حتى مشاركتها في كأس العالم اللي فات في الصين، وهي كانت أول لاعبة عربية وأفريقية ومصرية تشارك في كأس العالم. الحقيقة دينا مشرف يعني سفيرة فوق العادة، لا تقل أبدا عن ميار الشريف. الحقيقة هما الاثنين بيمثلوا اللاعبات المصريات الحقيقة اللي عندهم يعني صبر وإرادة كبيرة جدا. كل التوفيق طبعا لدينا مشرف. هنروح لألعاب القوة. طبعا ألعاب القوة فازت ببطولة الجمهورية اللي أقيمت على المركز الأولمبي في المعادي في الفترة من 9 ل 12 ديسمبر. الفريق خد 28 ميدالية. طيب السيدات 28 ميدالية للرجال و25 ميدالية متنوعة للسيدات. طيب ايه مجموع الميداليات؟ 26 ميداليه ذهب، رقم يعني انا مش عايز اقول لكم رقم كبير جدا، 15 ميداليه فضه، 12 ميداليه برونز. شارك من الاهلي بس 76 لعيب، شارك في البطوله كلها 867 لاعبا و 489 لاعبه، يمثلون 49 ناديا ومركز شباب. بطوله الجمهوريه كبيره جدا، وعايز اقول لكم ان بطوله الجمهوريه دي بتاخد نقط للي عايزين يتاهلوا ايضا لاولمبياد طوكيو، يعني اللي لعبوا وخدوا ميداليات خدوا نقط هتساعدهم على التاهل لاولمبياد طوكيو. وبيقود طبعا العاب القوى الكابتن ياسر داوود اللي كان ضيفنا في حلقه من الحلقات، رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل ابو بكر المدير الاداري، وائل عبد العظيم اداريا. كاميرا الابطال انتقلت لمركز الاولمبي في المعادي، صورت التقييده مع الكابتن ياسر داوود. نشوفه وارجع لحضراتكم تاني. دي بطولة كاس مصر، تعتبر اقوى بطولة في مستوى الجمهورية بنلعبها. اللعبة تلاقي فرصة للفوز بيها ان شاء الله طبعا للنادي، وبعد كده للتأهل ل ان شاء الله الدورات الاولمبية، على اساسها طبعا الدورة اللي جاية ان شاء الله اولمبياد طوكيو 21. ومعظم لعيبتنا هنا ان شاء الله بيجتهدوا ان يحققوا مستوى تأهيلي. يعني النهاردة انت الفعاليات لسه شايفينها دلوقتي، الحمد لله خدنا اول في ال 110 متر حواجز وال 100 متر، اول وثاني في ال 110 متر حواجز اللاعب عمر واللاعب رامي. ودلوقتي هنبدا تصفيات ال 100 متر، وبعد كده الرمح والجله. اليوم كله النهارده البطوله كلها على 3 ايام، النهارده وبكره ويوم السبت. والله موفق، ربنا وفقنا. يعني هي بطوله بتبقى اصعب بطوله على مستوى التنافس لفريق العاب القوى. السنه الغالبه النادي الاهلي الحمد لله احنا بنراعي كل الكلام ده، وفي نفس التوقيت الاستعداد على اشده بنراعي الكلام ده في ايام التدريبات بنفصل بين المجموعات، يعني مثلا حتى ثلاث خميس والسبت يوم اربعه. اللعيبه بيبقى فيه حرص عند كل الناس بكحول وكمامات، اوض الحمامات او اوض اللبس التكات تكون مقفوله من غير في اماكن مفتوحه برضو بعيد عن التكدسات. والحمد لله المدربين عارفين الكلام ده واللعيبه، والحمد لله في وعي جيد ووصلنا بيهم لورا الامان الحمد لله. والاستعداد هو زي ما انتم شايفين النهارده، ربنا وفقنا باذن الله باذن الله باذن الله نكسب البطوله ان شاء الله. نظام التأهيل الاتحاد الدولي حط البروجرام ده بان البطولات الجمهوريات سواء كان في اي دولة بيتم اعتماد نقاطها كنسب للتأهيل، على رأسهم بطولة الجمهورية كاس. طبعا دي بتدي له اكبر نسبة زي الجدول كده زي المسطرة، فدي بتعتبر اول خطوة في خطوات تأهيل اللاعبين. فالحمد لله الفوز بيها بيديهم دفعة قوية لا تقل عن 50% ان هم يبقوا على 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 الران واي رايحين في السكه ان شاء الله لتقفيل الدرجات المطلوبه. فدي اول حاجه في الاتحاد الدولي قرار خدوه. طبعا الاتحاد المصري بينفذ القواعد ان البطولات دي بتضاف لرصيد اللاعب او البطل اللي في طريقه للتاهيل، على راسهم ايهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمال ومحمد مجدي حمزه وربنا يوفق وحسن عبد الجواد. يعني في مجموعه طيبه ان شاء الله باذن الله. يعني الشيء بالشيء يذكر، انا عايز اقول لكم انه في العاصمه الاداريه بيتم انشاء اكبر مضمار العاب قوه في مصر الحقيقه على المستوى العالمي. زي ما انتم شفتوا حتى اللقطات اللي جبناها، يعني المركز الاولمبي كتر خيره الحقيقه استضاف المنتخبات والانديه سنين طويله، ولكن المضمار او الحلبه اللي بتتعمل في العاصمه الاداريه هتكون حاجه على اعلى مستوى. الحقيقه احنا منتظرين الافتتاح بفارغ الصبر، لان دي هتبقى اضافه قويه للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر. هنروح لخبر ايضا له علاقه محليا له علاقه بكره اليد. الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد اجتمع مع الدكتور اشرف صبحي
وزير الشباب ووزيرة الصحة لمناقشة تفاصيل الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد. عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاستعراض الخطة الوقائية لبطولة العالم لكرة اليد الرجال والمقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 ل 31 يناير، بحضور طبعا الدكتور حسن مصطفى حضر الاجتماع اكيد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، وايضا الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنه الاتصال الحكومي، والكابتن حسين لبيب مدير البطوله، والساده رؤساء اللجان المعنيه. وعايز اقول لكم ان الاجتماع كمان تناول الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. كل فرق العالم اللي جايه لا يشغل بالها غير الاجراءات الاحترازيه، هيتحافظ علينا ازاي، الدنيا ازاي. فطبعا الاجتماع تناول الاجراءات الوقائيه والاحترازيه المتعلقه بفيروس كورونا، بالاضافه لاجراءات الخاصه بتقييم المخاطر ورفع الوعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع حالات الاشتباه كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. واستهل وزير الشباب والرياضة الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام البالغ للبطولة من قبل الدولة المصرية، وبخاصة فخامة الرئيس فتاح السيسي وحرصه على متابعة كافة الاستعدادات للبطولة، وتكليفه للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة تليق بمصر ومكانته. وأشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالجهود التي تقدمها الحكومة المصرية ولتنظيم البطولة، لكونها البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على خروج التنظيم المشرف والأكثر روعة بإذن الله. الحقيقة البطولة دي مهمة جدا، و يعني خلاص احنا قاب قوسين او ادنى، سواء فنيا المنتخب بيستعد، وزي ما حضراتكم عارفين المنتخب راح البحرين يلعب مباراه او مباراتين مع منتخب البحرين ويرجع تاني، يعني جاي في ظروف صعبه والدنيا مخنوقه جدا، حتى الفرق الاوروبيه مش عارفه تعمل ماتشات وديه، ولكن احنا كلنا ثقه، وزي ما قلنا ان الموضوع ده ساعات بيكون سلاح ذو حدين، زي ما حصل مع فريق الناشئات اللي هيكونوا معانا في النص الثاني وقدروا يفوزوا ببطوله افريقيا في الوقت اللي ما كانش حد متوقع ليهم. هنروح للرمايه، وهدان وشراره وعامر يحصدون ثلاث مقاعد في انتخابات الاتحاد الدولي للرمايه. نجح ثلاثي الرمايه محمد وهدان وطارق شراره وباسل عامر في الفوز بثلاث مقاعد في انتخابات لجان الاتحاد الدولي للرمايه، بعد ما حصل محمد وهدان نائب رئيس الاتحاد المصري للرمايه على عضويه لجنه الخرطوش، وحصل طارق شراره على عضويه لجنه المسدس، وباسل عامر على حصل عضويه لجنه التارجت سبرنت. وعايز اقول لكم كمان انه الدوله بتولي اهتمام كبير جدا، يعني يمكن الدكتور اشرف صبحي مهتم بهذا الملف، عايز يزق اكبر عدد من المصريين اللي بيمثلوا مصر في اللجان والاتحادات الدوليه. وبالمناسبه مصر هتستضيف كاس العالم للرمايه على الاطباق والخرطوش في الفتره من 26 فبراير وحتى 8 مارس، حدث كبير جدا، وللرمايه الناشئين والناشئات المسدس والبندقيه المقرر اقامتها عام 2023، وده بيعكس الطفره الكبيره للرمايه. وعايز اقول لكم ان 12 رامي من عندنا تاهلوا لاولمبياد طوكيو، وده رقم كبير ما حصلش قبل كده. كل التوفيق طبعا للرمايه واتحاد الرمايه طبعا عشان يحققوا لنا نتائج ان شاء الله في اولمبياد طوكيو. عايزين نقول الكاراتيه ايضا، الكاراتيه بيستعد لم اللعيبه كلها عشان يعمل اختبارات عشان يتم اختيار المنتخب منهم. اتحاد الكاراتيه برئاسه الدكتور محمد الدهراوي بدا تجارب المنتخب الوطني للكوميتيه اليوم الاربعاء، وهتستمر اليوم 19 ديسمبر. طب الاختبارات دي فادت ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم في عدد كبير جدا من اللاعبين كويسين، عشان نختار منهم المنتخب لازم يخشوا مع بعض في منافسه او كومبيتيشن عشان يتم اختيار المجموعه اللي تمثل مصر. وتضم التجارب اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثه الاولى في بطوله الجمهوريه تحت 18 سنه، بالاضافه الى لاعبين مصعدين من المرحله الاساسيه، بالاضافه الى اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثه الاولى في بطولات العالم 2018 و2019، دوره الالعاب الافريقيه 2019، وبطوله افريقيا بالمغرب 2020، اضافه الى اعلى لاعبين في الرانك الاولمبي في كل ميزان. يعني كل دول هيتجمعوا عشان يتم اختيار منهم ايه المنتخب، وسيتم اختيار اربع لاعبين في كل ميزان في التجارب للانضمام لصفوف المنتخب الوطني. الحقيقه ده كان اخر خبر معانا، هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا ابطال مصر، ابطال ناشئات مصر كره السله اللي فازوا ببطوله افريقيا وتاهلوا بالطبع لكاس العالم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بابطالنا طبعا، الكابتن احمد الجزار مساعد مدرب فريق منتخب مصر الناشئات اللي حصل على بطوله افريقيا وتاهلوا لكاس العالم، واحد ابناء النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا والف مليون مبروك. بنور حضرتك والله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. بنرحب باحد نجمات الفريق وابنه النادي الاهلي، والحقيقه اللي كان ليها دور ايضا هي واختها التوأم وآية الفقي في فوز اللي هم لاعبات النادي الاهلي في فوز الفريق طبعا ببطوله افريقيا وتاهل لكاس العالم، هاجر علي. برحب بيك والف مبروك، يعني
افضل صانع العاب بالبطوله، حاجه جميله في بدايه مشوارك يعني. الله يبارك حضرتك، شكرا. ان شاء الله تتشرفينا في القادم ان شاء الله. طب احنا ايه رايكم، احنا جهزنا تقرير يعني بيتكلم عن البطوله ورحلتكم كمان مع البطوله. اعزائي المشاهدين احنا جهزنا تقرير يمكن هيلخص لكم القصه ايه واللي حصل في البطوله. خلينا نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. توج المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني شريف عزبي بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ الفراعنة بعد التتويج باللقب الأول عام 2010، وحصدت شابات مصر اللقب بعد فوزهن على منتخب مالي في النهائي بنتيجة 68-63 في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. واستضافت المحروسة البطولة خلال الفترة من 3 حتى 9 من ديسمبر الجاري، وشارك فيها 3 منتخبات وهم مصر، مالي، السنغال. وضمت قائمة الفراعنة في البطولة 3 لاعبات من النادي الأهلي وهن التوأم هالة وهاجر علي وآية الفقي، إضافة إلى وجود كابتن أحمد الجزار في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. وقدمت ناشئات منتخبنا الوطني ملحمة كبيرة بفوزهن على منتخب مالي والذي يمتلك العديد من اللاعبات المميزات، ليصعد منتخبنا الوطني لكأس العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2021. نجحت نجمة القلعة الحمراء هاجر علي في الفوز بجائزة أفضل صانعة ألعاب في البطولة القارية، وهو ما يؤكد على ريادة النسر الأهلوي في القارة الإفريقية ويشير إلى قدرتنا على المنافسة على كافة الألقاب خلال الفترة المقبلة، ليمتلك الثلاثي الخبرات اللازمة والتي ستؤهلهن لمساعدة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق في كافة الأحداث والبطولات المقبلة. أهلا بحضراتكم من جديد. دي القصة باختصار. يمكن كابتن أحمد البطولة من أول يوم وفيها صعاب كتير جدا، كلمنا عن الصعاب اللي مرت بيكوا عشان الناس تعيش معنا الأجواء اللي انتوا عشتوها. طبعا هي احنا مرينا بشوية ظروف صعبة جدا، يمكن من البداية يمكن البطولة كانت المفروض تبقى في أواخر شهر ديسمبر، البطولة اتقدمت بقت يوم 1 ديسمبر. فطبعا زي ما حضرتك عارف كان في تخطيط وبرنامج اعداد طبعا حطه كابتن شريف عزمي للمنتخب. فطبعا ده كده بدانا الفتره قلت 3 اسابيع، بدانا البطوله يوم 3 ديسمبر. احنا كانت البطوله المفروض يوم السبت، فوجئنا يوم الاربعاء ان البطوله هتبقى يوم الخميس في التمرين. يعني دي حقيقه تاني يوم ماتش، تاني يوم ماتش يعني. وكمان ده كمان قبل كده معسكر صربيا اتلغى كمان، معسكر صربيا بسبب فيروس كورونا. بالظبط. فاحنا كنا في التمرين اتقال ان بكره خلاص البطوله وهنلعب من دورين، واول وتاني هيبقى فاينل على كاس البطوله. كنتوا عرفتوا عدد الفرق يا كابتن؟ كنا خلاص اتاكدنا ان الثلاث مالي والسنغال واحنا منتخب مصر. فطبعا احنا كنا لحد اخر وقت موجود 15 لعيبه في المنتخب. طبعا زي ما حضرتك عارف اللوائح والقوانين لازم 12 لعيبه وتبقى موجودين بس في قائمه الفريق. عملنا مساحات يعني على بالليل كده بعد التمرين مباشره، الفرقه كلها عملت مساحات والجهاز الفني. وجينا طبعا كان صعب جدا استبعاد 3 لعيبات من المنتخب يعني فيها احنا كنا 15. لا كان كله 15. الحمد لله. كل الحمد لله نيجاتيف الحمد لله. الحمد لله تمام. بس كان طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا 15 لعيبه موجوده في المنتخب، فكان لازم يتم استبعاد 3 لعيبات. قرار صعب، صعب جدا 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 يعني، كان نفسيا واثر كمان على الفرقه يعني على الفرقه. شايف ان هو اثر كمان لما يعني تخيل حضرتك حد يكون معاك في الاوضه ومن اول المعسكر ويجي قبل البطوله بكام ساعه ما تلاقوش موجود معاك، فطبعا ده اثر علينا طبعا. حبايبي وزمايلين كمان طبعا طبعا طبعا. فتم استبعاد 3 لعيبات، ده ما بيقللش منهم خالص، هم 3 لعيبات ممتازين جدا، بس يعني هي ظروف البطوله لازم ان يتم ال 12 بس يبقوا موجودين في المنتخب جدا طبعا. على كابتن شريف حتى ذات نفسه يمكن كابتن شريف كان بيحاول ياخر الاستبعاد، هو يعني مش عايز يعني يزعل حد طبعا، دي اكيد.
كلهم بناته وهو عايزهم يكونوا كلهم معاه. دي حقيقه، دي حقيقه. مش قبل ال 15، لا ده قبل ال 15 كمان كان كل ما بيجي يستبعد حد يقول انتوا نواه المنتخب المصري الاول، انتوا احسن بنات موجوده في مصر، ودي حقيقه. فروحنا المباراه، جينا في الكوارتر الثاني. لا قبل المباراه كابتن شريف عزمي حصل له ايه؟ ما انا بقول لحضرتك احنا جينا في الكوارتر الثاني، فريده تامر في الملعب، جه كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد، كلم كابتن مصطفى هدود مدرب العام وقال له ان نتيجه مسحه بتاعت فريده تامر ايجابيه، والكوتش واحنا في الماتش بدانا الماتش اصلا. انتوا بداتوا الماتش؟ بدانا الماتش، والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد نزل لكم الملعب ووطى على الجهاز الفني قال له ان كابتن شريف عزمي ومين كاني وفريده تامر لعبت نادي الجزيره، كانت بتلعب في الملعب وكانت في الملعب. لا احكي لي دي بقى، حصل ايه؟ عملتوا ايه؟ ده يا كوتش، ما يعني عايز اقول لحضرتك ان كابتن مصطفى قال يعني سحبناها فورا طبعا. ف حبيبتي دي زمانها طبعا، ما بقول لحضرتك يعني اثر بالسلب جدا على اللعيبه، يعني كل اللعيبه احنا في الماتش، فكل اللعيبه بدات تسال طبعا هي فايده فين، طب ايه اللي حصل، طلعتوها ليه؟ طب بالظبط كده. طب كابتن شريف عمل ايه؟ ما هو كابتن شريف كان برضو؟ كان يعني، بس احنا يعني كابتن مصطفى ما قالش لكابتن شريف الا بعد المباراه. كابتن شريف طبعا كان باين عليه التعب جدا الحقيقه، كان بدا يتعب. ربنا يشفيه طبعا، وهو بقى في سلامه لسه تعبان لغايه دلوقتي كابتن شريف. للاسف كابتن شريف عزمي يعني من احد المدربين اللي طبعا انا معهم حتى. لا لا كابتن شريف حاجه كبيره جدا يعني، اسم كبير طبعا، قيمه وقامه وليه فضل على الواحد كبير جدا. اول مباراه كسبناها الحمد لله، ده اول مباراه خسرنا. خسرنا طبعا مباراه مالي، انا اسف، اول مباراه صحيح خسرنا مالي صح. ويعني حتى يعني ظهرنا بمظهر مش يعني مش مستوى اللعيبه، مش عايز اقول مظهر سيء، بس ده ما كانش مستوى اللعيبه طبعا، الخضه واستبعاد اللاعبات الصبح وكل ده طبعا اثر بالسلب مستوى الفرقه طبعا. وحتى البنات اتاثرت، احنا كجهاز اتاثرنا طبعا لكابتن شريف يعني ممكن ما يكملش معانا البطوله طبعا. بس الحمد لله رب العالمين الماتشات اللي بعد كده مشي كويس. يمكن هاجر برضو يعني الكابتن احمد بيتكلم على صعاب انت يعني مرتوا بيها، انت شفتيها ازاي من بدايه الصعاب دي؟ انت شفتيها كلاعيبه بقى ازاي؟ يعني بصراحه كانت مفاجاه لينا كلنا واتصدمنا، احنا في الماتش وماتش جامد، الفرقه دي جامده قوي يعني طبعاً. اتفاجئنا اصلا يعني، كانوا حتى السنغال لو كان السنغال مش هتبقى زي مالي، عشان مالي بطل افريقيا بقاله، هما الاثنين بيتبادلوا دي مره بطل ودي مره بطل. اول حاجه اصلا مفاجاه ان احنا في التمرين ماتش بكره وكان لسه كنا عددنا مش كامل، ما خدناش على بعض ال 12. وطبعا احنا كلنا بنات يعني اخوات، اكتر من اخوات، قعدنا مع بعض كتير قوي. فان فريده تامر تطلع من الملعب وهي اصلا بتلعب، فاحنا كلنا بنسال يعني مش مركزين في الماتش، بنسال هي فين، طلعت ليه. وطبعا كلنا كنا زعلانين عشان فريده وكابتن شريف. طب هي 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 اخبارها ايه دلوقتي؟ اتحسنت الحمد لله؟ الحمد لله كويسه جدا. وعملت المسحه الثانيه وكانت كويسه، وبعد كده نزلت تلعب معانا. تمام. طب هاجر كلميني عن الكاس ده. بتبصي له بفخر جامد، يمكن اول مشوار وتبقى واخد بطوله تبقى حاجه حلوه. بصراحه انا تعبت قوي عقبال ما وصلت اللي انا فيه دوت. اكيد. بس الحمد لله ده دوت عشان فرقتي تعاونت معايا، ما جبتوش لوحدي يعني، لو لوحدي مش هعرف اجيبه. كلنا كلنا تعاوننا مع بعض، فالكاس دوت لينا كلنا، والحمد لله ده كان توفيق ربنا بس الحمد لله. طيب قولي لي يعني ده طبعا كاس افضل صانع العاب، كان مين بينافسك في البطوله في نفس المركز؟ يعني في نفس المركز انت كنت شايفه مين اللي بينافسك يعني من جوه فرقتك ولا من بره فرقتك؟ اكيد بيبقى في كومبيتيشن شايفين يعني، مثلا في السنغال كان فيها بوينت جارد كويس مثلا، مالي كان فيها بوينت جارد كويس يعني، وكمان احنا في يعني انت قصدي اخدتيه ما خدتوهوش كده بسهوله، انت كان في ناس بتنافسك. لا طبعا واقوى منك بدنيا. هو كويسين جدا كمان يعني، حتى دول اقوى فرقتين نزلوا، حتى مش فرقه خفيفه، فكل واحده في البوزيشن بتاعها لا هي كويسه يعني تنافس عليه برضه. طب هاجر انت اختك هاله معاكي في الفريق توأم، بتقعدوا مع بعض في الاوضه؟ ايه ده تعليمات من بابا وماما ولا؟ لا لا. طب يعني احنا بنحب نقعد مع بعض عشان بنتكلم مع بعض كتير. هاجر ما انتوا قاعدين مع بعض في البيت. ايوه لا بس احنا يعني في المعسكر يعني بجد لو احنا بنحب نقعد مع بعض يعني ما بنحبش نغير، اتعودنا بقى. طب وكابتن شريف ساب الموضوع ده يعدي؟ لا هو كابتن شريف بصراحه كان كويس قوي في الحته دي يعني، كل واحد مرتاح مع حد بيقعد معاه، وغير كده احنا كلنا يعني بنبقى قاعدين مع بعض برده يعني، مش 24 ساعه قاعده مع في الاوضه، ببقى قاعده مع مثلا ناس ثانيه. طب قولي لي، طب انت يعني برده لما تبقى في بدايه حياتك وتلعب بطوله افريقيا في مصر وبتاع، يعني برده وصفي لي شعورك، انت كنت فرحانه ولا خايفه ولا يعني وصفي لي شعورك؟ بلعب في بيتي يعني، وبجد هي كانت حلوه قوي عشان في مصر ووسط اهلي والجماهير، وبجد يعني والاتحاد كله كان موجود كان بيدعمنا بجد، الاتحاد يعني شكرا جدا ليه.
ويعني كنا عايزين الحمد لله ان احنا يعني خدنا اول عشان نبسط الناس، والناس كانت فرحانه لنا قوي. اكيد فدي أكيد. حاجه كويسه يعني. بس انا عايز اعرف منك تفاصيل اكتر شويه هاجر، بس اعرفها منك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا. الحقيقه كواليس انا نفسي ما كنتش حقيقه عارفها، ولكن انا في تفاصيل اكتر ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا مع كابتن احمد الجزار مساعد مدرب مساعد فريق منتخب مصر ناشئات واللي حصل على بطوله افريقيا، وكمان هاجر علي نجمه الفريق واحسن صانع العاب في افريقيا. كابتن احمد، يمكن اصابه الراس الجهاز الكابتن شريف عزمي المدير الفني واستبعاده من البطوله اكيد عمل لكم دربكه ككاس فني، قعدتوا مع بعض عملتوا ايه؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقول فعلا، بس يعني عايز اقول لحضرتك ان الكوتش كان دايما في الماتشات والوديه وكده كان مدي ثقه كبيره جدا لكابتن مصطفى هدهود المدرب العام، والحقيقه كلنا بصراحه يعني مش الدكتور مصطفى هدهود بس. فطبعا احنا يعني كان عندنا ثقه كبيره جدا في الدكتور مصطفى، ان هو راجل برضو ليه خبره طويله جدا طبعاً ومسك منتخب مصر الاول مع المدرب الاسباني بالظبط، ومع كابتن صلاح حميد، وغير بقى طبعا مشواره مع الانديه. فالكوتش طبعا بعد اصابته دي يعني عارف لما حضرتك يكون يعني الراجل الاول مش موجود، فاحنا صحيح. طبعا في توتر شويه أكيد. احنا قبل اي حاجه وقبل الباسكت احنا خوفنا على صحته طبعا. بس فالكوتش طبعا يمكن تاني يوم على طول عملنا التمرين، كان عندنا تمرين بقى استعدادنا لمباراه السنغال. كنت اتكلم مع اللعيبه كابتن مصطفى، هو كابتن مصطفى كمان بيتميز بالاسلوب يعني الهادي كده، الحوار الهادي كده مع اللعبات وبتاع، اتكلم معاهم جداً الحقيقه واتكلم مع اللعبات وخلى عندكم ثقه فكان طاقه ايجابيه كبيره جدا اللعبات ادها في التمرين الاخير. واحنا عمل معانا اجتماع بعد التمرين يعني كجهاز فني، كابتن مصطفى فكري طبعا وكابتن ماجد، قعدنا واتكلمنا وقلنا يعني شفنا كده، كنا احنا اتفرجنا قبلها على ماتش السنغال ومالي، عملنا بقى سكاوتنج كده للماتش. كانت ضلمه ها انتوا قلتوا كده الفرقتين دول، دي حقيقه. بس الفرقه لما بيلعبوا بعضيهم احنا بنخاف بالظبط، رغم ان احنا بنلعبهم بيبقى الموضوع غير. دي حقيقه دي حقيقه. بس احنا اتفرجنا على ماتش السنغال كويس ومالي، واتكلمنا على فرق يعني جبنا معلومات، جمعنا معلومات كبيره جدا على مع فرقه السنغال، وشفنا طرق اللعبه بتاعتهم الهجوميه والدفاعيه وكل حاجه، ونقلنا الكلام ده للكابتن مصطفى، نقله للاعبات في المحاضره اللي قبل المباراه، وقلنا احنا عملنا اللي علينا ومفيش تبقى يعني. كابتن شريف ما كانش بيكلمكم مثلا في التليفون يشوف الماتش في التلفزيون يكلمكم؟ لا طبعا، كابتن شريف كان بيتواصل معانا على طول، كان بيكلم فيديو كول. كان فيديو كول كمان كان يعني كان البنات بتحرص ان هي قبل ما تروح الماتش يكلموا فيديو كول. حتى بعد المباراه عايز اقول لحضرتك ان احنا بعد ما كسبنا محاضره اونلاين بعد ماتش السنغال كمان، لما كسبنا رحنا له في الفندق تحت الاوضه وقعدنا نناديله، يعني بجد حب البنات ليه كان دافع قوي جدا. ودور بقى الكابتن رحاب الغنام بنت النادي الاهلي وبنت المنتخب، حاجه كده اقول لحضرتك يعني حاجه ما تتوصفش الحقيقه. شفنا بتتنطط وبتشجع يعني كابتن رحاب، يعني بجد ما الواحد ما كانش مصدق يعني حاجه تانية بجد ما شاء الله يعني. لا طبعا، ونقلت بقى خبراتها للاعبات، وكانت بتتكلم مع اللاعبات لوحدها ومع الجهاز الفني، وشوف انتوا عايزين ايه واللي انتوا عايزينه هنعمله. لا كابتن رحاب كانت طبعا ليها دور كبير، وكمان جداً جداً انا عايز اسال هاجر بعد اذنك كابتن احمد. صدر. يمكن انت كلاعبه تمام، وبرضو حته ان مدير فني برضو المدرب اللي انتم مرتبطين بيه طبعا استبعاده، والجهاز الفني طبعا قاد كلكم اسره واحده، بس اكيد فرقه مالي ماتش النهائي، انا اتكلم على ماتش النهائي كان كسبتكم في المجموعه وانتوا خلاص تاهلتوا كاس عالم. طب قلتوا لبعض ايه؟ لا خلاص كده احنا تاهلنا كده وتعشت خلاص وننزل نخسر، ولا قلتوا ايه لبعضيكم قبل مباراه مالي؟ لا لمينا نفسنا وقلنا ان احنا لازم ناخد نكسب اول ان شاء الله، يعني عشان اللي هم مش احسن مننا في حاجه، احنا بس محتاجين نركز شويه، وكمان عشان كنا مصرين ناخدها عشان تبقى هديه لكابتن شريف. شفت الكلام دي حقيقه؟ طبعا والله، يعني كابتن شريف لو بيتفرج علينا هيبقى سعيد جدا. طبعا بجد حاجه كبيره جدا جدا كابتن شريف، ولينا الشرف كلنا ان احنا اتمرنا معاه،
بس والهدية دي كانت لكابتن شريف ومجلس الإدارة طبعا كله، عشان كان واثق فينا ثقة بجد كبيرة قوي، واللي هم أصلا بينزلون لنا الملعب أنتوا هتكسبوا إن شاء الله. وفعلا حصل. كان بيحصل وحصل. طب قولي لي بقى، أنت في يعني بنت النادي الأهلي وكابتن عمرو صبر هو المدير الفني، وعلى فكرة كابتن عمرو صبر كان قاعد مكانك من حلقتين وأشاد بيكي أنت طبعا، وهالة جامد وآية وأشاد بيكوا جامد جدا جدا وكان معاكم كويس قوي. النادي الأهلي ضاف لك إيه؟ النادي الأهلي وجودك في النادي الأهلي ضاف لك إيه في المنتخب، خلى في تأثير كبير للمنتخب؟ خبرة طبعا، وكنت بتمرن مع كباتن كويسة، كابتن أحمد إبراهيم وكابتن يونس وكابتن عمر، أضافوا لي طبعا كتير في الملعب وبره الملعب، وإن أنا بلعب بسيستم عشان في النادي الأهلي سيستم. برافو عليك. صح. طبعا في المنتخب ما كانتش حاجة جديدة عليا، لأن اللي هلعبه في المنتخب بسيستم كنت بلعبه في النادي قبل كده، فما كان يعني ما حسيتيش بغربة، ما حسيتيش ان فرق كتير، ما حسيتيش بحاجة خالص. نفس السيستم هو اللي هنا هو اللي هنا خالص، نفس السيستم والنظام اللي هناك في الأهلي في المنتخب. طب قولي لي مين بيتعب معاكوا أكتر، بابا ولا ماما؟ الاثنين الحقيقة. بلاش الاجابات الدبلوماسية، مش هينفع مش هينفع الاجابات الدبلوماسية. لا قولي لي مين دلوقتي. ما انا عارف، بس اكيد في حد تعب، ما حدش هزعل منك على فكرة، اكيد في حد تعب اكتر يعني شوية. بابا بيودينا ويجيبنا وماما بقى في البيت بقى اكل طبعا. ما البنت ما بص ما البنت حبيبة بابا، خلي بالك حتى لو الام بتاكل وبتشرب وتودي، هتلاقي بتقول لك اصل بابا، شوف بابا بيودينا ويجيبنا، هتلاقي بابا بيوديها ويجيبها تمرينة واحدة في الاسبوع. لا 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 على طول بابا كان بيوديها. هم اكتر ناس بيدعمونا طبعا، وكانوا ورانا فعلا في كل حاجه، وجم الماتشات كلها وكانوا ظهرنا وبيشجعوا جامد قوي يعني. ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. وهتالي انت برضو لما كسبتي اكيد كنت فرحانه عشان بابا مفرحان؟ اكيد طبعا، يعني بصراحه كنت مبسوطه ان هم مبسوطين، ان هم شايفين يعني مش بابايا مامتي بس، اي حد ولي امر، ان هم شايفين بناتهم يعني جايبين حاجه كويسه وفي بلدهم. هاجر مين مسك الاعلى، ولاد وبنات؟ يعني مش لازم يبقى بنات، يعني ممكن يبقى لعيب مثلا. بنات سرايا ونادين سراوي، وولاد مش عارفه، بس انا بحب لعب ايهاب امين يعني. انا بحب لعب شويه شويه كده شويه برده، ده احسن لعيب في باسكت دلوقتي. طب كويس ان انت متابعه برده، عارفه متابعه برده الباسكت بره، يمكن في سنكم بيتابعوا الباسكت بره، متابعه بره ولا؟ يعني مش قوي صراحه. مش قوي. طب كابتن احمد قول لي، انتوا عندكم بطوله عالم كاس عالم، الناس عشمانه طبعا، انا عارف ان الامكانيات هتبقى جباره هناك، بتستعدوا ازاي؟ شايفين ازاي؟ احنا عايزين تمثيل جيد مش مشرف، انتوا هل ده طموحاتكم برضو ولا لا؟ اكيد طبعا، كل تاكيد احنا اتمنى يعني مش قصه بقى تمثيل المشرف، كفايه هنا تمثيل مشرف. احنا طبعا لسه لحد دلوقتي كوتش ربنا يقومنا بالف سلامه ان شاء الله، هو لسه تعبان شويه طبعا فلسه ما فيش اجتماع تم ما بين الجهاز الفني وما بين طبعا اعضاء اتحاد مصر كره السله، طبعا كابتن عمرو مصلحي اللي كان داعم جدا للمنتخبات، كابتن وائل لطفي مدير المنتخبات، مدير اداري المنتخبات، كابتن محمد عبد الطيب، الحقيقه كل اعضاء مجلس الاداره كانوا ورا في ظهر المنتخب طبعًا. ده فلسه طبعا ما تمش اجتماع ولا حاجه، لما الكوتش يقوم بسلامه اكيد هيتم اجتماع ما بين الكوتش والجهاز الفني يعني، ومع اعضاء الاتحاد المصري عشان نشوف الفتره. هو كاس عالم المفروض امتى يا كابتن؟ في شهر 8 ان شاء الله 2021. هيكون الدنيا ارتاحت بقى باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك، ربنا يخلي حضرتك. انا بس قبل ما اختم مع حضرتك، في ناس طبعا لازم يتوجه لها الشكر يعني. انا من اول يوم دخلت فيه اتشرفت ان انا كنت موجود في منتخب مصر، كان عندي هدف واحد ان انا اتعلم من كابتن شريف. كابتن شريف طبعا قيمه وقامه كبيره جدا في الباسكت، فانا كان انا بحب يعني بوجه له الشكر جدا على الفتره دي، وان شاء الله مكملين في كاس العالم. نفس الكلام كابتن مصطفى هدود برده من المدربين اتعلمت منه جدا، كابتن مصطفى فكري من المدربين الممتازين، كابتن ماجد كمان، وكابتن ماجد من الناس الموجوده، واحد من ولاد النادي برده الاهلي، فكلهم بصراحه كان جهاز فني، حتى الجهاز الاداري كابتن مشيره واحده من ولاد النادي، دكتوره ياسمين من فطبعا يعني انا بوجه لهم شكر جدا، اتعلمت اكيد الفتره اللي فاتت دي. وطبعا ما انساش دور بقى طبعا يعني زوجتي طبعا اللي اتحملت كتير قوي الفتره اللي فاتت، ويعني معسكرات مع المنتخب وغياب
وبالظبط كده يعني. كابتن تستاهل كل خير، ويعني بنشكر حضرتك على هذا اللقاء، ونضم طبعا صوتنا لصوتك، ونشكر كل اللي حضرتك شكرتهم، لان ده طبعا حاجه مميزه لمصر كلها. شكرا جزيلا كابتن، ربنا يخليك جدا كابتن هاجر، بشكرك شكرا جزيلا، وانت متحدثه جيده جدا جدا جدا، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل عشان نكمل طبعا سهرتنا مع ابطال افريقيا او بطلات افريقيا للناشئات واللي تاهلوا لكاس العالم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع ابطال افريقيا للناشئات لكره السله ونجومهم اللي حققوا الحقيقه بطوله افريقيا وتاهلوا ايضا لكاس العالم. معانا ايه الفقي، اهلا بيك يا ايه. اهلا بحضرتك، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا طبعا هاله علي اخت هاجر اللي كانت موجوده من شويه، اهلا بيك يا هاله. اهلا بحضرتك. انت متاكده ان انت هاله ولا هاجر؟ الف مبروك. يمكن ابتدي معاك يا هاله، يمكن البطوله كانت صعبه. كان عندك شويه صعوبات في الاول، قولي لي عشتوها ازاي؟ احنا طبعا يعني مرينا بظروف كانت مش احسن حاجه، بس يعني اول حاجه ان احنا اتفاجئنا، يعني كنا عندنا تمرين عادي، اتفاجئنا تاني يوم ان احنا نلعب مالي، وكان المفروض ان كان المفروض 3 ايام على البطوله اصلا. وطبعا الظروف اللي مرينا بيها اللي هي بتاعت كابتن شريف لما اتفاجئنا ان هو غتاب ومش هيكمل معانا وكده، وفريده تامر طبعا لما عرفنا ده برضو كان موضوع بالنسبه لنا صعب. ما خلكوش تقلقوا يعني؟ انتوا كنتوا بتقولوا لبعض في اوضه اللبس، بتقولوا لبعض مثلا في الاوتيل، يعني الموضوع ده ما كان، ولا بتلعبوا وخلاص ومصرين على المكسب؟ لا كنا بنكلم بعض طبعا كلنا، وبعدين عشان اول ماتش لعبناه ما ظهرناش باحسن حاجه، يعني كل واحده ما ظهرتش بلعبها. طب ليه مالي ما ظهرتوش باحسن حاجه؟ عشان احنا قبليها كنا مرين بظروف، يعني عرفنا الماتش في يوميها، وطبعا بقى حوار كابتن شريف وفريده تامر. يعني انت قصدك تقولي ان احنا خسرنا من مالي عشان الحاجات دي زي ما كابتن احمد قال؟ يعني الحاجات دي كانت بالنسبه لكم هي السبب، يعني ايه يمكن اجيلك نفس الكلام، هل بنفس المواقف نفس الامور، ولا كان في حاجات بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي شايفاها اثرت بشكل كبير؟ يعني انا شايفه ان هي جزء في التاثير الخساره، بس ما ينفعش نحط ان هو ده المبرر. صحيح، يعني احنا كنا متوترين ومرينا بظروف صعبه قوي، بس احنا برضو احنا معترفين ده ما كانش مستوانا. تمام. بس مش هنحط اللوم كله عليها، احنا كان ممكن في الخضه وكده، بس احنا عارفين ان احنا عندنا احسن، واثبتنا كده في الاخر ان احنا كان لازم اللي هو لا نركز، البطوله سهله وعلى ارضنا، فدي حاجه في صالحنا جدا، فاللي هو لا كان لازم ندوس على نفسنا ونركز بقى وناخد البطوله. اي عارفه انت لما جبتينا على السؤال دلوقتي، انا عرفت انتوا كسبتوا البطوله دي عشان معترفين بغلطنا. لا معترفين بغلطكم ان هو ما نحطش، وعندكم ثقه في نفسكم. وما يعني زي ما بيقولوا في الانجليزي بيقولوا فيشنج اكسكيوزز، يعني تصيدوا الاسباب او الاعذار. انتوا ما كنتوش كده. ايوه انتوا دورتوا ان احنا احسن وعندكم ثقه في نفسكم. أيه. وخليني اقول لكم حاجه، الثقه دي استمدتوها من مين؟ يعني ثقه الفرقه دي انت خدتيها من مين؟ خدناها من بعض، ان احنا بجد كنا بنشجع بعض جامد قوي، اللي هو لا احنا كل ماتش، لا احنا كل مره بنتحسن، احنا لسه عندنا احسن. يعني مثلا في ماتش مالي الاولاني كنا سايقين بصراحه، كنا سايقين. الماتش الثاني عملنا ماتش كويس قوي وخسرنا بس 13 بوند، هو ستيل خساره، بس احنا شايفين اللي هو ابتدينا نرضى عن ادائنا. جينا بقى اللي هو كل شويه بنتحسن لحد في الماتش الاخير بقى كلنا الحمد لله كان ابتدى بقى ادائنا يظهر، وان احنا كلنا نساعد بعض، وكان كلنا في التوب الحمد لله، وقدرنا نكسب. طب يعني الماتش الاخير انتوا بعد ما كسبتوا سمعت انتوا توجهتوا لكابتن شريف عزمي؟ يعني كانت لحظه حلوه صح؟ هو بجد صاحب الفضل، هو كان بالنسبه لنا ان هو يخرج في نص الماتش دي حاجه مش كويسه خالص. هو الكابتن بتاعنا، هو تعب معانا، كل الكباتن تعبت، بس هو بقى الكابتن على اللي هو بقى بيوجهنا وبيعمل خطط، فاللي هو احنا رب الاسره اكبر واحد فيكم بالظبط، فاللي هو احنا كنا معتمدين على الراس الكبيره فجاه مش لاقيينها، فاللي هو لا احنا كنا اصلا كمان اللي هو واخدين البطوله لنفسنا، ان احنا نثبت ان احنا كويسين ونقدر ناخدها، ونثبت للناس اللي هو الولاد كويسين واحنا كمان نقدر نعمل حاجه حتى لو هم احسن، بس احنا عندنا برده خامات محتاجين اللي هو تشجعونا، لو اديتونا ثقه هنقدر نعمل ونكسب. فاحنا كنا عايزين بقى اللي هو نهدي كل ده للكابتن كمان، ان هو تعب معانا وفي الاخر ما قدرش يكون معانا في البطوله، فاحنا كان لازم اللي هو لا ان شاء الله نكسب ونديله المكسب الجاي. طب وهل نفس الكلام ايه برده نفس الكلام؟ يعني اخر مباراه انتوا يعني اوتوماتيك انا شايفكم فرحانين، بس بيقولوا او كابتن احمد توجهتوا على طول الاوتيل ورحتوا لكابتن شريف، الكلام ده حصل فعلا؟ ايوه طبعا حصل، وهو انا لعبت معاهم اول ماتشين بس عشان انا كنت مصابه، يعني اتصبت ثاني إيه؟ ماتش الاصابه اللي جات لك ايه؟ جات لي مزق في السمانه. يا خبر ابيض، ده صعب شويه في اخر ماتش، كان مثلا فاضل 3 دقائق او حاجه، بعدها لقيت نفسي بقى يعني مش قادره اقف على رجلي، فرحت قعدت وكده.
طب اخبارك ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن. رجعتي تتمرني؟ لا لسه. بس رجلك احسن. بس الحمد لله عليك. يعني انا كنت واثقه فيهم ان هم هيجيبوا الكاس وفعلا يعني رفعوا راسنا. يعني انت اتصبتي كمان والفرقه لعبت ناقصه من غيرك ومع ذلك الحمد لله قدرتوا تكسبوا. الحمد لله. طب قولي لي بقى، يعني انت بتقعدي مع اختك في الاوضه صح؟ طيب عايز اسال سؤال، مين فيكم بيحب يسهر؟ يعني يمكن يعني انت بتضحكي طبعا، مين في حد فيكم طبعا ما هو توأم او كل حاجه، ولكن انت وهاجر ممكن يكون في حد بيحب يسهر، في حد بيقول التاني نام بدري، حاجات الطريفه دي، مين فيكم ملتزم وفيكم شويه مش عايز ينام؟ لا هو صراحه انا وهي في الموضوع السهر ده انا وهي بنسهر جامد. جامد. طب حلو. لا حلو جدا. انا بس عايز بابا وماما يسمعونا. بس في الماتشات يعني لو عندنا ماتشات او عندنا حاجه مهمه يعني بنكلم بعض ونشجع بعض، نقول لا احنا لازم ننام عشان نصحى بدري وكده، ننام الساعه 3 الفجر مثلا بدري وكده. بلس كمان ان الموبايلات ما كانتش تبقى معانا، فما كناش في حاجه بنعملها، فكنا بننام بقى، نضطر ان احنا ننام. مين اللي بياخد منكم الموبايلات؟ كابتن شريف وكابتن مصطفى عدول. فعلا بياخدوا الموبايلات منكم؟ ايوه قبل عشان ننام، يعني كل واحد ده لو معاه موبايل مش هينام. مش هينام صح. طب كنتوا بتزعلوا؟ لا ما كنا يعني ما كناش بنزعل. يا هلا. بنبقى يعني اللي هو زعلانين ومش مبسوطين، بس عشان ان احنا كنا عارفين ان هم خايفين على مصحتنا وبيعملوا كده عشاننا وبس. اصعب لحظه في البطوله بالنسبه لك كانت ايه؟ غير طبعا لحظه الاصابه اكيد كانت صعبه، بس احسن اكتر لحظه صعبه. هو يمكن ماتش مالي اول ماتش دوت. كان صراحه بالنسبه لي ماتش دمه تقيل. كان ماتش صعب عشان كان كمان اول ماتش في البطوله، فيعني طبيعي يعني اول ماتش حتى لو انت كسبته بفرق قليل بس هتاخد الثقه اللي هو عشان تدي في الماتشات الجايه. بس احنا الماتش ده ما كانش كل الناس ما كانتش عارفه اللي احنا كنا بنمر بيه، فبعد كده بقى كلنا قعدنا مع بعض وقلنا ان احنا لازم نركز ونموت نفسنا عشان نشرف اي حد مستني كده. مستنيه كاس العالم عايزه تلعبيه هلا؟ ان شاء الله. يعني متشوقه وعايزه تلعبي ومتحمسه كده؟ اكيد ان شاء الله. مش قلقانه؟ لا لا ان شاء الله. هتشوفي هناك سرعات رهيبه. سرعات واطوال وبصي كل حاجه عندنا كل حاجه موجوده، سرعات موجوده شفت كل حاجه كده. ايوه وانت شايفه كده برضو ايه عندنا احنا السرعات وعندنا القوات وعندنا كل حاجه، كل حاجه ان شاء الله وجاهزه، وان شاء الله برضو البنات اللي تم استبعادهم طبعا يعني قبل البطوله هينضموا ليكم، فشايفين ده يعني هيبقى قوه كويسه. ونفسكم كورونا دي تخلص بقى ونلعب براحتنا. ايوه يا ريت. يعني انتوا بتهيألي كورونا ده يعني استبعد طبعا زميلكوا لعيبه نادي الجزيره دينا صح مظبوط، ولا مين اللي استبعدت؟ في لعيبه طلعت من الملعب برده في اول ماتش كده، فريده تامر. فريده تامر وكابتن شريف عزمي. يمكن كورونا حرمكم الاثنين زمايلكوا طبعا الاثنين مهمين طبعا. فطبعا انتوا زهقتوا من موضوع كورونا ده عايزين يخلص. يعني بقى قلقانين قوي، يعني احنا حتى في البطوله كان كل واحد خايف على نفسه. يعني مشكله كان الموضوع صعب. طب اي كنت بتلاقي مثلا من اللعيبات اللي بتلعبي قصادهم ممكن يبقى حد مثلا عنده كورونا؟ يعني فرقتك انت مطمنه الحمد لله لان انتوا عايشين مع بعض. فكنتوا بتلعبوا قدام السنغال وقدام مالي، هم عملوا مساحات طبعا وطمنا عليهم، بس كنت اثناء المباراه بتبقوا قلقانين ولا ده بتلعبوا مش في دماغكم؟ ممكن هتكلم عن نفسي، لا انا بلعب مش في دماغي. اصل هم يعني اصل هو خلاص بقى احنا دخلنا الماتش، انا لازم اركز في الماتش بقى مش فارق لي. هم جم معنى كده ان هم نيجاتيف كورونا وعملوا مساحات، فهم اصلا مستحيل يخشوا الماتش وهم عندهم كورونا. صحيح. فاحنا بقى اللي هو خلاص هم نيجاتيف مش مهم بقى، يلا بقى نادي في الماتش. هو ده كان هدف. حماسك عليه قوي دي حقيقه. يعني الشباب انتوا بتقولوا عليها كده برضو؟ يعني انت حماسك جامد ما شاء الله. اكتر واحده مش يعني حتى في التشجيع والصور انا اكتر لما بطلع بره ما ببدل انا اكتر واحده بتتنطط. انا بجد كل الصور كلها بتنطط وبشجع واي حد يشوط ارفع ايدي. لا طب قولي لي واخده الحماس ده من بابا ولا ماما؟ من بابا ان بابا برضه زي قوي كده. يا جماعه الحلقه دي مش هينفع لان هو كل البنات بتتكلم عن الابهات والبنت حبيبه ابوها. طيب انا عايز اسال سؤال، مين اللي بيتعب معاكي برضه باباكي ولا مامتك؟ بابا. الاثنين بيتعبوا بس الصراحه بابا بيتعب معايا اكتر شويه. يا جماعه شوفوا بقى مش ممكن كده يا جماعه. يعني الموضوع على فكره هاجر برضه قبل منك قالت بابا بيودينا وبيجيبنا. ايوه بس هي الفكره في كده، بس عشان بابا معظم الوقت هو اللي بيودي ويجيب فبحسه بيتعب اكتر، بس ماما بتتعب معايا بقى في البيت بقى اللي هو كلام بقى وتهديني بقى وكده. طب انا عايز اقول لك ان البنت حبيت باباها، فانت بقى لو قعدت تقولي الصبح هتقولي لي برضه بابا. بس الفكره فعلا ان حتى يعني معظم الناس الابهات اللي بتتعب معاها اكتر بيودوهم ويجيبوهم وكده. صحيح. بس يعني برضو ممكن تطلب معانا اكيد. خليني بقى هرجع لكم في حته مهمه جدا، وهي طبعا اللي اتعلمتوه من النادي الاهلي انتوا الاثنين وفاتكم في المنتخب، وكان طبعا هاجر قالت عليه قبل الفاصل بالنسبه لها، ولكن خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وهنكمل طبعا لقائنا مع بطلات افريقيا للناشئات لكره السله. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ابطال افريقيا والمتاهلات لكاس العالم ابطال افريقيا الناشئات
طبعا آية الفقي وهالة علي. هالة يمكن أجيلك، احنا كنا بنقولها بالفاصل ان اكيد اتعلمتي حاجة من نادي الاهلي فديتك في المنتخب. طبعا تعلمت الروح والنظام وروح المكسب عامة، يعني متبقاش في اي نادي الصراحة، وحب يعني حبنا لبعض عامة. يعني متهيألي انت كنت تأهلتوا يعني خلاص كاس عالم، كنت ممكن تقبلوا بالمركز الثاني. لا في نادي الاهلي يعني انت اكيد في نادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها مركز ثاني. الثاني زي الاخير عامه يعني في النادي الاهلي، فاحنا متعلمين الحته دي يعني من النادي الاهلي، او يعني المركز الثاني زي الاخير، فما نعرفش غير الاول يعني. برافو عليك. طب ايه اتعلمت ايه قولي لي؟ هقول ان احنا اي ماتش مهما كانت الفرقه اللي قدامنا ضعيفه احنا بنطلع كل اللي عندنا. في ناس اللي هو الفرقه قدامي ضعيفه فانا هلعب على قد مستوى، لا انا هنزل مهما كانت الفرقه اللي قدامي هلعب على مستواي انا. صح تمام. تاني. ايه تاني قولي لي؟ وان احنا روحنا بجد، الروح دي اهم حاجه، هي اللي بتكسبنا، وبرده مش اوبشن ان احنا عندنا مركز تاني، ده صحيح. هو اول ان شاء الله يعني. واحترام الكبير ده ما اتعلمتهوش. ايوه طبعا دي اهم حاجه فيكم، يعني انتوا يعني منتهى الحب الكابتن شريف عزم والجهاز الفني، وده الحقيقه متواجد يعني دايما تلاقي النادي الاهلي فيه ترابط، فيه حب ما بين اللاعبين والاجهزه الفنيه. طب هل خليني اجيلك، طب يعني انت لعبتي مع المنتخب بتاع السنه اللي فاتت ولعبتي مع المنتخب السنه دي، انت كنت حابه تلعبي مع اي منتخب؟ اكيد الاثنين، بس انا اللي كان المنتخب ده بالنسبه لي دخلاه وانا مرتاحه قوي عشان كان معايا هاجر، و يعني المنتخب اللي فات ما كانتش هاجر معاكي؟ لا ما كانتش معاكي. فالمنتخب ده يعني كانت بالنسبه لي ان هي معايا بتبقى حاجه حلوه قوي، مع ان انا ما لحقتش حتى اكمل معاها الماتشات، بس هي يعني لعبت ليها، وقبل ما تلعب ليها لعبت ليا برده، وشرفتني الصراحه. خليني يعني اقول لك ان هاجر ما شاء الله كمان خدت احسن صانع العاب في افريقيا. يعني شرفتك وشرفت يعني بابا وماما اكيد، شرفت الاهلي طبعا. يعني كنت انت كنت نفسيا مرتاح اكتر مع المنتخب؟ ايوه طبعا، عشان هي كانت معايا وهي يعني ثبتت ان هي مع بعض و... لا وهي كمان ثبتت ان هي كانت لازم طبعًا تدخل طبعًا المنتخب، وان ده حقها يعني. طبعا اللعيب، بصي هقول لك على حاجه، اللاعب مهما كان ومهما بيحصل ارادته هي اللي بتفرض نفسها على اي حد. ويعني يمكن هاجر عملت كده، وده مش عيب، كلنا تعرضنا في بدايه حياتنا لظلم، كلنا رياضيين وتعرضنا لظلم او ايا كان يعني، وات ايفر مطبات في حياتنا في الاول، ممكن عدم توفيق، ايوه وات ايفر احنا تعرضنا لايه، ولكن بالعزيمه بنقدر نتغلب على ده. ولا إيه؟ ربنا مش بيضيع تعب حد بجد، ويعني ما بيسيبش حد مظلوم ابدا. صحيح. طب ايه انا يعني عارفك مش عايزه يعني مش حابه الكلام في المنطقه دي، بس اكيد المنتخب ده كان في راحه نفسيه اكتر، يعني ممكن كابتن شريف عزمي كان موفر لكم، وده بان من كلام هاجر ومن كلام هاله ومن كلام كابتن احمد، صح الكلام ده؟ لو ممكن عشان ده كان تاني منتخب لينا، فلو احنا بقى اوريدي اتعودنا على نظام المنتخبات سيستم بقى، اللي هو داخلين مركزين، فاللي هو اوريدي خدنا ده من المنتخب الاولاني على السيستم المنتخبات، وارتحنا فيه اكتر في المنتخب التاني. طب كاس العالم برده مش قلقانه انت منه؟ انا اللي هو الفرقه اللي هلعبها؟ لا هي بالنسبه لي هي ستيل اكسبيرينس، عشان انا في المنتخب اللي فات طلعت كاس عالم بس كورونا، فلعبنا بطوله مهارات في القاهره. مهارات لعبنا مهارات، فمن هو ما عرفناش نسافر بالظبط، فاللي هو بقى اكسايتد قوي ان ده هيبقى اول، يعتبر هو يعتبر تاني كاس عالم، بس اول واحد هنزل بقى ان شاء الله يعني العب فيه. في حد جالكم جاله مثلا سكولرشيب جامعه منكم، حد جاله مور فرصه انه يدرس بره ولا لا؟ ولا عشان كورونا ما حصلش حاجه؟ لا احنا مش عارفه الصراحه لسه، ما يعني لسه ما قالوش، بس بقى يعني اتمنى ان احنا في مننا ان شاء الله يعني كذا واحده ممكن يجي لها. انت حابه كده ولا لا؟ اكيد احب، اصل يعني بره احيى اكيد، اصلا كل طموحات الرياضيين هم يسافروا بره ويلعبوا بره، فاكيد دي حاجه كويسه قوي لكله مهما كان مين، مش انا بس، لغيري اكيد هتبسط. يعني نديم السلعاوي راحت جامعه في امريكا ورجعت، واكيد كسبت خبرات احسن. اكيد انت حابه كده برضو هاله ولا؟ اكيد اي لعيب يتمنى كده، يعني دي حاجه حلوه جدا يعني لاي حد صراحة. يعني قصدي اقول لك انه في بطولات افريقيا دي، بس هو للاسف انت حظك وحش ان كورونا، بيبقى في ايجنتس كتير وبيبقى في هيد كوتشز من الجامعات بتحضر، ولكن انتوا حظكم وحش ان الموضوع كان في الضيق جدا، ثلاث فرق بس وما كانش في حد موجود، بس ده في دماغك انت. ان شاء الله. تحبي تروحي مع اختك ولا لوحدك؟ اتمنى ان تبقى معايا. طب لو حصل، طب انا برضو سؤال برضو، لو حصل وانه مثلا عايزين هاجر مش عايزينك، بلاش انت، هاجر ممكن توافق ولا انتم مرتبطين مع بعض قوي؟ هيبقى موضوع صعب بالنسبه لها، بس انا طبعا يعني هكون سبورت ليها قوي، ان انا لا لان انت لازم تروحي وكده يعني. شايفه انكار الذات؟ شايفه التوأم بيعملوا ايه ببعض؟ هكون معايا الصراحه يعني. هتبقى حابه انها تروح حتى لو 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 حتى بعدت عنك، وانتم متخدين مع ان انتم تقعدوا مع بعض كتير. طب قولي لي انتم في النادي الاهلي
انت مدربك دلوقتي كابتن عليا مظبوط ولا كابتن عمرو صابر؟ كابتن عمرو صابر. كابتن عمرو صابر تمام. طيب كابتن عمرو صابر، انتوا عندكم بطولات جايه مشتركات صعدتوا مع المنتخب الكبير ولا اتمرنتوا مع فريقكم؟ ده في النادي؟ اه في النادي. احنا حاليا احنا التلاتة بنتمرن مع الفيرست تيم. فيرست تيم. انت نفس الكلام يا ايه؟ اه. يعني انتوا اول ما رجعتوا كابتن علي هاشم طلعكوا للفريق الاول. اه بس عشان بس احنا مصابين فبنعمل جلسات عقبال ما ننزل. بس احنا يعني احنا معاهم في الفيرست تيم، يعني هننزل 18 ماتشات بس الجامده يعني. طب هاجر وايه شاركتوا في الماتشات اللي فاتت دي ولا حتى الوديه ولا مش بتاعت الفيرست تيم؟ بتاعت الفيرست تيم. انا اوريدي متساعده من الفيرست تيم السنه اللي فاتت. اه ولعبت فانا كنت بلعب معاهم ماتشات، وكمان قبل المنتخب كنت بلعب معاهم ماتشات وبنزل تمرين. اه يمكن هو الجديد ان هاجر بس وهالة هم اللي انضموا. ده جديد ليك ولا انضمتوا من السنه اللي فاتت؟ لا انا السنه اللي فاتت كنت بطلع معاهم ولعبت معاهم ماتشات، بس هاجر لسه دي اول سنه ليها تصعد يعني معاهم. طب تتمنوا تشاركوا في ماتش الجزيره اللي جاي؟ لو مصابه انت مصابه لا يعني ما يعتبر يعني انت اختك يعني حتى لو مش مصابه فرضا تتمنى تشاركي؟ اتمنى اكيد يعني حاجه كويسه جدا ان انا العب في الفيرست تيم. وهاجر برضو نفسها تلعب؟ اه طبعا. طب وانت؟ اكيد نفسي ده يبقى شرف لينا. طب قولي لي يعني لو انت حابه مثلا، لو قلنا مثلا ان انت يعني في الدرجه الاولى مثلا هتشاركي افريقيا، هتشاركي بطوله عربيه، انهي بطوله تحبي تشاركي فيها اكتر افريقيا ولا عربيا ولا دوري انديه؟ النادي الاهلي بيشارك في كل ده. اني بطوله من دي انت حابه تشاركي فيها وتكسبيها؟ افريقيا. افريقيا الانديه. حضرتي اللي فاتت؟ لا كنت بتفرج لكن ما كنتش في الفرقه. لا حضرتيها حتى في الملعب ولا؟ ايوه كنت روحت الماتشات كلها بتفرج. حضرتي ماتش انجولا اللي خسرناه في الاخر ده؟ حضرت كل الماتشات. زعلكم طبعا؟ اكتر كره زعلتك في الماتش ده ايه؟ الفاول الاخير. ما كانش فاول صح؟ ما كانش فاول يعني. ما كانش فاول بجد، كل الناس ما كانتش شايفاه ما كانش فاول، بس ما اعرفش بقى الحكم. وانت حضرت البطوله كمان يا هلا؟ اه اتفرجت على البطوله في الملعب وكده ولا كانت في التلفزيون؟ ماتشات وماتشات يعني مش هقدر اقول كل الماتشات كنت في الملعب، بس في ماتشات روحتها وفي ماتشات لا. طب يعني انت عايزه افريقيا طبعا. على فكره كل اللاعبات اللي حضروا معانا دينا عمرو، كان معانا برضو لاعبات كتير وكايلا وكل اللاعبات يعني قالوا ان هم نفسهم ياخدوا افريقيا. آه. ده حلمهم. في حين ان كان زمان كان الحلم هو البطوله العربيه، تعرفي كده؟ ما كناش بنشارك افريقيا. بطوله افريقيا دي حاجه ثانيه خالص، بالذات في الانديه الصراحه. نفسكم تاخدوها جدا، نفسكم تلعبوها. لعبت قدام انجولا في اي حاجه ولا ما لعبتيش؟ لعبت السنه اللي فاتت كان سيمي فاينل افريقيا صح؟ لعبنا السنه اللي فاتت معاهم. كسبنا. كسبنا وتصعدنا كاس العالم. الماتش ده كان اللي هو اللي يكسب يصعد كاس العالم، فاحنا الماتش ده كنا نازلين نقاتل وقتهم. كانت فين بقى البطوله دي؟ البطوله دي كانت رواندا. رواندا جميله على فكره، بقت دوله جميله جدا. طب قولي لي لعبتوا انجولا في قبل النهائي؟ طلعتوا النهائي، لعبتوا مين؟ مالي. برضو نفس الفرقه. خسرنا. بس وجينا السنه دي، بس هم اكيد مجموعه من اللاعبات دي زيكم شاركوا. هم كانوا اثنين بس يعني، واحده بس اللي من المنتخب اللي فات هي اللي كانت موجوده. كانوا اثنين. بس كانوا جامدين جدا طبعا، كانوا اجمد حاجه. ولا اللي هي خدت ام في بي البطوله السنه اللي فاتت في افريقيا جابوها السنه دي، كانت موجوده السنه دي. ما قلتوش، ما قلتوش مثلا خسرنا منهم السنه اللي فاتت؟ لا بالعكس، ده جيل مالي السنه دي اوحش من جيل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان اجمد بكتير يعني. السنه دي الحمد لله ربنا ستر يعني، وكان كانوا ضعاف، كانوا عاديين يعني. كان ممكن صراحه ممكن يكون اسوأ جيل مالي جه. يا خبر ابيض، طب دي مصلحه احنا نزعل. ما احنا عشان كده استغلناه، اللي هو لا احنا البطوله دي عشان كده بقول لحضرتك بطوله سهله. فاللي هو جيل مالي، جيل مالي مش عايز اقول لك على حاجه. بصي انت وانت بتساعدي البطوله ما انتش عارف الفرقه اللي جايه ايه يعني. يعني فاهم قصدي؟ انت بتشتغل وبتنزل الملعب، قد يتصادف ان انت تبقى احسن يعني. مالي اللي انت بتقول عليها ان هي يعني مش ضعيفه، كسبتنا في الافتتاح ولا انا صح ولا كلامي صح؟ يعني هي حاجه ريلاتيف يعني. يعني انت شايف ان ده انا بستعد، مش عارف، بحين المنتخبات الكبيره بتبقى عارفه اللي جاي شكله ايه. ايوه لانه خلاص بيبقى اللعيب كبر وما مش بيتغير كل شويه اللعيبه. فبتبقى بطوله افريقيا صعبه. بس خلينا اسالك برضو سؤال يا هاله، يمكن اكيد ليكي مثل اعلى يعني اولاد بنات بره ماسك العالمين. انا بنات نادين سرعي ودين او سرايا ودين عمرو طبعا. تمام. وولاد ايهاب امين وعمرو الجندي. ممتاز. طيب ايه ممكن بحب بره مصر اكتر، متابعه بره مصر اكتر. بحب بره مصر، بحب ليبرون جيمس. ليبرون جيمس هو احسن لعيب في العالم. ان شاء الله تمضي زيه 125 مليون كده في سنه. يا رب يا رب يا رب. لا صوره 90 مليون في سنه. وعدنا يا رب ان شاء الله يعني. ليه لا؟ خدت طموحات كبيره. ومين تاني غير ليبرون؟ بحب جيمس هاردن. جيمس هاردن بس ما بيدافعش. جيمس هاردن
بس عنده بول هاند جامد قوي. اه بس ما بيدافعش، ما بس عشان تبقى عارفه. بس انت شكلك بيدافع. انت لعيبه بتدافعي، هو جيمس هاردن ما بيدافعش. دي بس لعيب جامد جدا 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 جدا. طب وحد تاني مثلا بتتابعيه؟ كيري مثلا ما بتشوفهوش؟ لا ده برده بحبه جدا. البول هاند جامد قوي. شكلك بتحبي اللعيبه اللي بول كنترول عندهم عالي جدا. طب انت بره بتتابعي حد جامد يا هاجر ولا لا؟ مش قوي يعني، بس ممكن ليبرون. مش متابعه قوي يعني، بس دول اللي معاه. طب قولي لي في نهايه الحلقه، طب انت اكيد حابه تقولي حاجه، حابه تقولي ايه يا هاجر؟ حابه اشكر بابا وماما واخواتي وكابتن رحاب ودكتور مجدي ابو فريخه والجهاز طبعا كله، كابتن شريف وكابتن مصطفى عدود وكابتن مصطفى فكري، كل حد يعني عشان مش عايزه انسى اي حد، وطبعا مجلس الاداره كلهم. بالتوفيق ان شاء الله يا هاله. طبعا بتمنى لك كل التوفيق. ايه بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تعملوا ماتشات قويه جدا في كاس العالم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا مع بطلات افريقيا اللي تاهلوا لكاس العالم واللي شرفوا مصر كلها. كنا نتمنى طبعا الناشئين يتاهلوا، لكن صادفهم حظ سيء. انتظرونا بكره الساعه ان شاء الله 7، هيكون الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والزمالك المنقوله على قناه النادي الاهلي. هيبقى في تغطيه جميله جدا وتغطيه تليق باسم النادي الاهلي، وهنكون سبورت جامد او داعمين بشكل كبير لفريق الكرة السلة. انتظرونا بكرة إن شاء الله الساعة 7. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء غدا مع الأبطال.